السلام عليكم يا زيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه زناتر التضامن باقليم المحمديه. اليوم كنقوموا بواحد عمليه تحاليل طبيه اللي هي يومين بمستشفى مولاي عبد الله، وهي اول كشف عندك مرض الموفيليا او جريان الدم. هذه منذ 2003 كنقوموا بهذه العمليه، لان في اطار عمليه الاعضال اللي غنضموها يوم الاحد ان شاء الله بالمركز الصحي بعين حروده لفائده 200 طفل من ابناء العائلات المعوزه على والايتام بمنطقه عين حروده الشلالات سيدي موسى المجدوب والمحمديه. هذه العمليه كتدخل في اطار اولا يعني في اطار مساعده هذه العائلات، اللي هي محتاجه لهذه العمليه في امس الحاجه، لان ما عندهمش على الامكانيات الماديه. وحنا واليوم كنقوموا بهذه العمليه، اولا عمليه التحاليل، لان حنا الهدف ديالنا هو اولا هذه عمليه الاعدال خصها تكون في واحد الظروف صحيه جيده وتكون في ذاك التحاليل الطبيه، وكنحاربوا ذاك الختان العشوائي، لان الختان العشوائي اللي هو مضر للطفل، وذاك الختان اللي كان بدائي اليوم، لان الطفل محتاج لهذه التحاليل الطبيه. وان شاء الله نهار الاحد غيكون عندنا حفل الحمد لله، اللي هو حفل عمليه الاعدال اللي غنبداو ان شاء الله من الساعه 8 صباحا الى حدود الواحده بعد الزوال. غنقوموا اولا بتوزيع الملابس ديال الاطفال، الملابس الخاصه بالختان اضافه الى المؤن الغذائيه، كذلك الحفاضات، لعب الاطفال، الحلويات. هذا غيكون حفل موسيقي كذلك، يعني ركوب الاطفال على الفرس، وضع الحنه على الاطفال، وهذا طبقا للعادات والتقاليد منطقه زناته، لان منطقه زناته معروفه بالحنه، يعني الطفل خصنا نديروا ليه واحد الحنه على اليد ديالو. هذه السنه هي مميزه، لان منذ 2003 قمنا باعدار ما يفوق 5164 طفل على مستوى هذا المناطق عين حروده والشلالات والمحمديه وسيدي موسى المجدوب. هذه السنه 2017 هي مميزه بحكم اول مشاركه الاطفال ديال الافارقه بهذه العمليه. عندنا 5 الاطفال ديال الافارقه من الكونغو الديمقراطيه والمتواجدين باقليم المحمديه. وهذا والحمد لله هذه المبادره، وهي في اطار مساعده اولا المهاجرين الافارقه المتواجدين باقليم المحمديه. احنا كنساعدهم في اطار خاصه في عيد الاضحى في تقديم المؤن الغذائيه، يعني قمنا لهم بواحد التحاليل طبيه. هذا السنه درنا بواحد عمليه زواج الافارقه مؤخرا. هذه السنه هي اول مره غيكونوا بعمليه الاعدال الاطفال ديالهم، لان لقاو الاطفال كبار عندهم، وهي خصنا نديرو ديما نراقبوهم، وهما كما شفتوا راه فرحانين، وهما من يعني من دول يعني هما من يعني من الدول الاسلاميه الكونغو. وكنتمنى ان شاء الله السنه المقبله يكون عندنا اكثر عدد من الافارقه. وهذه العمليه كتدخل في اطار اول عوده المغرب او رجوع الى الام ديالو الافريقيه او الاتحاد الافريقي. وهذا وبهذه المناسبه كنجسدوا ذاك السياسه الحكيمه اللي نادى بها صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله في ادماج هذا الجاليه او المهاجرين الافارقه المتواجدين بالمحمديه. وان شاء الله احنا كنضمنوا معهم دائما، ولكن في الجانب دائما كنأكد على الجانب الصحي، كنحاول نازروهم ولانهم محتاجين، وهما فرحانين لان دمجناهم مع الاطفال ديالنا ديال منطقه المحمديه. ونتمنى ان شاء الله السنه المقبله يكونوا اكثر من هذا العدد ديال عمليه الختان، لان هذه المنطقه ديال المحمديه محتاجه لعمليه الختان، ولكن تكون في ظروف دائما كنأكد تكون صحيه. وحنا دابا 3 ايام في هذا المستشفى مولاي عبد الله كنراقبهم، ندير لهم التحاليل الطبيه وان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله العمليه نهار الاحد تدوز في ظروف جيده ان شاء الله. وي بونجور لو نو سي برونات لويمبا. كومون تي تروف لي زاناليز؟ Très bien, et alors ils sont super gentils, on nous a très bien accueillis, alors nous sommes vraiment contents. Oui, on est très contents parce que on nous a appelés ici, et pour circoncier les enfants, d'abord ça passe par les analyses, et donc tout le monde sont gentils, et on est très bien reçus, très bien accueillis, donc ça nous fait super contents, et on est très gentils. Merci. Merci bien. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Lolo. Je suis de Congo Brazzaville. Vraiment, je suis ravie de vous voir. J'ai fait connaissance avec Fatou Zahra, qui est ma grande ici au Maroc. Vraiment, je suis content. On nous a appelé de venir faire l'examen pour les enfants. On va circoncer les enfants. C'est ça que je suis en train de remercier le roi Mohamed. Si c'est vraiment que Dieu l'a béni.
Je suis contente pour tout ce qu'il est en train de faire avec nous, les Africains. Vraiment, je suis contente, je suis joyeuse. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de voir que c'est gratuit. Vraiment, on nous traite gratuitement, on nous fait tout, on nous donne tout. On est vraiment précieux, quoi. Merci. Je dis merci, merci, merci beaucoup. Et pour la présidente aussi, qui nous accueille aussi à chaque fois avec moi. Je suis vraiment content avec lui aussi. Merci. Que Dieu vous bénisse. ملكا قوى بإطار بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع الهلال الأحمر المغربي ومع مندوبية وزارة الصحة بالمحمدية ومع بعض المحسنين. الحمد لله. احنا كنشكروا مستشفى مولاي عبد الله كأطر كمدير المستشفى. الحمد لله لأنهم تعاونوا معنا لانهم كنعتبرهم فاعلين جميعا من هذه الاطر الطبيه اللي بدات واحد الجهد كبير واستقبلونا من 7 صباحا كيستقبلونا هما نورمالمون هاد الموظفين ديال مولاي عبد الله خصهم يدخلوا حتى 8:30 ولكن الاداره ولكن شناهم اليوم جاوا مع 7 الصباح ويعني وكيساعدونا في التنظيم واخا عندنا الاطر ديال الجمعيه وكيعطوا واحد التسهيلات يعني تسهيلات هاد الناس اللي جاوا يدوزوا هاد العائله ديال المستفيدين لان كيجيو بعد من منطقه الشلالان منطقه عين حروده يكونوا هما الاسبقيه ولكن كانت الحمد لله كانت لان منذ 2003 مستشفى مولاي عبد الله الاطر ديالو اللي كنعتبرهم اصدقاء ديالنا ولانه كنعتبرهم كممرضين او كاطر طبيه يعني اطر طبيه مواطنه.